أهل السنة، أهل السنة هم الذين يواجهون الحزبيين الذين يريدون سحب الكتاب من تحت على هذا المطار. أي نعم، هم الذين يواجهون أيضا جماعة التكفير، هم الذين يواجهون جماعة الغداء، هم الذين يواجهون أهل الباطل كلهم، وهم الذين من عقيدتهم ألا يخرج على الحاكم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا بويع لحليفتين فاقتل الآخر منهما رواه مسلم. ويقول أيضا: نعم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الآخر: من أتاكم عنكم جميعا يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنكم كائنا